مشروع توشكا هو واحد من أهم المشروعات الزراعية الموجودة في مصر، ولما بنيجي نتكلم عن أي مشروع زراعي مهم جدا نتكلم عن طرق الري. عشان كده احنا موجودين معاكم داخل المجرى المائي لمشروع توشكا، وتحديدا داخل الحاجز الصخري اللي تم تفجيره بأكبر كمية متفجرات عشان نوصل انه يبقى فيه مجرى مائي من ترعة الشيخ زايد وصولا لدلتا الصعيد الجديد. المجرى المائي اللي احنا موجودين فيه دلوقتي هو من اهم الانجازات والاعجاز الحقيقي اللي حصل في مشروع توشكا. بفضل الارادة السياسية وبفضل جهود الناس اللي شغالة في المشروع ده قدرنا ان احنا نوصل ونشوف المنظر الجمالي اللي هيكلمنا عنه دلوقتي الدكتور احمد الششتاوي، مدير عام تنفيذ المشروعات بوزاره الري في توشكا. برحب بحضرتك وصباح الخير على حضرتك دكتور صباح احمد. صباح النور يا فندم، واهلا بيكم في توشكا الخير. اهلا بحضرتك. هي خير فعلا يعني، واللي احنا شايفينه ده اكبر دليل. في البدايه عايز اتكلم مع حضرتك عن اهميه مشروع توشكا. يا فندم، توشكا لها طبيعه خاصه، ارض خصبه بكر، المحصولات فيها بتنمو أسرع ونتيجة دفء الجو. كان ده دافع لإنشاء محطة عملاقة على بحيرة ناصر تصرفها 25 مليون متر مكعب في اليوم. المحطة دي كان هدفها إنها تغذي الفروع الأربعة في توشكا، وكبداية كان الهدف استصلاح 400 ألف فدان. المشروع مع تطور الوقت خلال السنين اللي فاتت، خلال 28 سنة اللي فاتوا، قابلته عوائق كتيرة. كان أهم عائق فيها هو العائق الصخري على فرع 4. ده كان عبارة عن جبل بطول 10 كيلو وقف تطور المشروع من حوالي كده. كنا بنقول إن في ده كله كان عبارة عن صخرة موجودة. تمام. من حوالي سنة ونص كان التوجيه السياسي والقيادة الحكيمة قالت إن إحنا لازم نكمل المشروع عشان يبقى محنا معانا، وده كان استقراء للواقع اللي احنا فيه النهارده. الحمد لله كان في تعاون مثمر ما بين الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه وما بين وزاره الري. امكانيات الهيئه الهندسيه وخبرات وزاره الري تكاتفوا سوا عشان خاطر نقدر نفجر العائق الصخري اللي هو 10 كيلو على فرع 4، وبالفعل الحمد لله فجرناه وشقينا الترعه فيه وبطلناها، ودلوقتي بنكمل بقيه المشروع. لو هنتكلم عن المجرى المائي بقى بشكل تفصيلي، احنا بنبدا من بحيره ناصر وصولا طبعا لدليل 3 و4، وايه اللي بيتم كمان في دليل 4؟ يعني لو هنتكلم بشكل تفصيلي عن المجرى المائي. المفروض ان احنا بنرفع تصرفاتنا المطلوبه من بحيره ناصر عن طريق المحطه العملاقه. زي ما قلت لحضرتك فيها دي فيها 21 وحده، تصرف الوحده فيهم 16.7 متر مكعب ثانيه. بتتنقل الميه دي لترعه الشيخ زايد بطول 50 كيلو، وبتمر تحت مفيض توشكا. بعد كده الدليل بيمر تحت مفيض توشكا، وبعدين بيتفرع لدليل 1 و2 ودليل 3 و4. الدليل 1 و2 كانوا تم انشائهم قبل كده. دليل 3 و4 هم اللي واجههم العائق الصخري، وده اللي احنا شغالين فيه حاليا. احنا مستهدفين حوالي 160 كيلومتر، تم تنفيذ حوالي 40 كيلومتر منهم بالفعل خلال البروتوكولات السابقة، وإن شاء الله يعني البروتوكول المزمع تنفيذه والجاري تجهيزه هنستكمل فيه بقية البنية الأساسية كلها. دكتور أحمد، يعني أهم العوائق اللي كانت قابلت حضراتكم من أول ما جيتوا اشتغلتوا في المشروع، وأنا عارف إن هو أكيد كان تحدي كبير لحضراتكم ولكل العمال اللي كانوا شغالين هنا، أهم العوائق وإزاي قدرتوا إن أنتوا تتغلبوا على كل الصعاب دي وإحنا بنتكلم على الصخرة وكان من الصعب طبعا ان انتوا تتعاملوا معاها؟ يعني عايز حضرتك تحكي لي بقى كان الوضع عامل ازاي وقتها، وحضراتكم والعمال كنتوا بتشتغلوا ازاي؟ والله يا فندم، هو المشروع مع التوجيه السياسي من سنه ونص نقدر نقول ان هو خد قبله الحياه. صحيح. الهدف
كان ان احنا نعدي من العائق الصخري. مش كده وبس، كمان احنا يمكن كنا بنشتغل 24 ساعة في اليوم، وبنشتغل يعني على كذا مناوبة، يعني مش فرقة واحدة اللي شغالة، فرق كتيرة اللي شغالة. هو الهدف الرئيسي ان احنا كنا عايزين خلال مواسم القمح اللي فاتت ان احنا ندخل اكتر مساحة ممكنة من الاراضي للاستصلاح كقمح خلال المواسم اللي سبقه، وبالفعل احنا نجحنا، دخلنا لغايه دلوقتي حوالي 150 الف فدان. صحيح، احنا الاطوال اللي انتهينا منها انها كام يا فندم دلوقتي، ومستهدف الوصول قد ايه؟ احنا حوالي 40 كيلو خلصناهم حفر وتبطين، وفتحنا الميه كمان في اجزاء كبيره منهم، واستصلحنا قمح خلال الفتره اللي فاتت بالشكل ده كتير. والمستهدف بقى كمان ان شاء الله 160 كيلو، ده لإنهاء جميع البنية الأساسية في مشروع توشكا، والوصول بالمنزرع ل 740 ألف فدان. دليل أربعة يعني بيطلق عليه إن هو الوصول إلى الدلتا الجديدة، يعني لو حضرتك أيضا يعني تشرح لنا مسألة الأعمال الإنشائية اللي بتتم دلوقتي في دليل أربعة والوصول للدلتا الجديدة. أظن كده حضرتك تقصد إن فرع أربعة وتلاقي مع فرع أربعة داش، هو فرع أربعة بالضبط. هو فرع أربعة في الكيلو 19 بيطلع منه فرع جديد، هو بيكمل بعد الكيلو 19 للكيلو 30. صحيح. وبيطلع منه في الكيلو 19 فرع آخر، فرع أربعة شرطة، وده بيكون ما بينه وما بين الفرع أربعة دلتا، شبه دلتا يعني. فيمكن حضرتك تقصد المعنى ده، الدلتا بالظبط كده، عشان كده بيطلق عليه الدلتا الجديده. صحيح، يعني دايما في اي مشروع بيكون في تعاون كبير جدا ما بين مؤسسات الدوله المختلفه. طبعاً. والمشروع ده حقيقي يعني كان في تعاون كبير جدا ما بين حضراتكم كوزاره الري وما بين الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. يعني ماذا عن التعاون ما بين حضراتكم وما بين الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه؟ والله يا فندم هذا المشروع لم يكن لينتج بالوضع اللي فيه ده لولا امكانيات الهيئه الهندسيه وخبره وزاره الري تكاتفا. يعني الامكانيات والخبره هم اللي انتجوا الناتج اللي احنا شايفينه ده، انما احدهم وحده لم يكن لينتج هذا النتاج. يعني دكتور احمد بقى في النهايه، يعني شايف اللي وصلنا ليه في مشروع توشكا ازاي؟ والله يعني اتمنى واحلم ان احنا على موسم القمح الجاي نكون وصلنا للمستهدف ويكون قمحنا بايدينا ان شاء الله. مفيش خوف، مفيش خطر على مصر بفضل المشروعات اللي بتتم زي مشروعات توشكا ان شاء الله باذن الله. انا بشكر حضرتك، شرفتني في برنامج صباح الخير. شكرا لحضرتك. احنا اللي بنشكركم يا فندم على انكم اتحتوا لنا الفرصه ان شفتوا المشروع لنا. تفاصيل مهمة جدا بتعبر عن حجم الإنجاز الهائل اللي تم داخل مشروع المجرى المائي في توشكا، واللي طبعا بيتم بفضل جهود وتعاون كبير جدا ما بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الري، لكن هناك تعاون آخر ما بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركات المقاولات في إنجاز هذا المشروع. عشان كده خليكم مكملين معانا عشان نتعرف على دور شركات المقاولات في مشروع توشكا الخير.